السلام عليكم، مرحبا بالجميع، مرحبا بالإخوان في قناة خالد الهريم. دائما في سلسلة مشروع قانون 36/17 متعلق بتنظيم مهنة الوكيل العقاري، الشط اللي كنهضروا عليه هو الشط ديال القواعد المنظمة لعلاقة الوكيل العقاري بزبنائه. وصلنا للمادة 18، يمنع على الوكيل العقاري تحت طائلة البطلان إنجاز العمليات المنصوص عليها في البند الأول من المادة 3 من هذا القانون لحسابه أو لفائدة أصهاره أو أقربائه حتى الدرجة الثانية بإدخال الغاية. هنا أش كيقول لك؟ ممنوع الوكيل العقاري يخدم في شي مشاريع اللي كتعلق بالبند الأول من المادة 3. أش كيقول البند الأول من المادة 3؟ الوساطة بغرض شراء أو بيع أو معاوضة أو كراء العقارات والوساطة في العقود المتعلقة بالأسر التجاري. دابا مثلا انت جات لك هوتة بين يديك، انت بيعها وشريها، جات لك زوينة بنتي ليها، ما بغيتيش دوزها لشي واحد، قلتي أرا نديها أنا، ممنوع عليك منعا كليا، واخا تبيع الولاد كل لمرتك أو لا ولاد ولادك دوزيام جينيراسيون، ممنوع عليك، لان هذاك اللي جايبها لك داير فيك الثقه و تيقول لك الله يرحم باك شوف ليا لمن تبيعها، وانت بانت لك هوته وبانت لك بيعه وشري زوينه وما بغيتيش تزقلها. هنا كيقول لك القانون ممنوع تاخذها انت وممنوع تدوزها، بغيتي تبيع وتشري شوف شي حاجه اخرى ديالك اللي بعيده عليك. اما هنا ممنوع عليك، هنا يمنع على الوكيل مع تحت طائله البطلان انجاز العمليات المنصوص عليها في البند الاول انجازها لحسابه أو لفائدة أصهاره أو أقاربه حتى الدرجة الثانية. هنايا باش بنادم يكون هنايا تيقول لك جاب الله هوتة أرا نضربها أنا، لا ما عندكش الحق، لأنك أنت تيجيو يديرو فيك الناس الثقة وأنت إنسان ديال الثقة وكيسينيو معاك، خاص داكشي اللي جاو لك تبيع وتشري ودي لا كوميسيون ديالك. بغيتي تبيع وتشري كاين حوايج أخرى. مثلا المادة 19، يتولى الوكيل العقاري بنفسه تنفيذ مهامه المنصوص عليها في هذا القانون، غير أنه بإمكانه الاستعانة بكل وكيل عقاري آخر أو بمستخدم لديه. يعتبر الوكيل العقاري مسؤولا على أفعال مستخدميه في إطار عملهم طيلة الفترة التي كان يمثل فيها هؤلاء المستخدمين الوكيل العقاري أمام زبنائه. تعتبر المسؤولية شركة الوكالة العقارية مسؤولية الأشخاص المؤهلين لديها للقيام بالعمليات الواردة في المادة 3 أعلاه تضامنيا. هنا أش كيقول لك؟ هنا كيقول لك بأن الوكيل العقاري خاصو يخدم بيديه، إلا ما كانش غادي يخدم بيديه ممكن يتعاون بوكيل آخر، وباش تخدم بوكيل آخر راه كدير معاه كونترادا وكتعطيه حتى لا بيرميسيون باش يخدم بها، لان في قانون العقود والالتزامات راه كاين هذا ديال التوكيل. او بمستخدم لديه، الخدام ديالك فاش كيكون راه كتكون عنده توا بطاقه حيت انت درتيها ليه باش يخدم بها، ولكن تابع ليك. وشكون اللي كيتحمل المسؤوليه؟ انت. هنا فيه كيقول لك يعتبر الوكيل العقاري مسؤولا عن افعال مستخدميه في اطار عملهم طيله الفتره التي كان يمثل فيها هؤلاء المستخدمين الوكيل العقاري امام زبنائه. هنا المستخدم فيه جوج الحوايج، كاين المستخدم ديالك اللي تابع ليك وداير لك لا سي ان اس اس ومقابلو، وكاين المستخدم اللي كنقولوا سميتو صاحب المقاول الذاتي. انت كيجي عندك واحد المقاول الذاتي غادي تعطيه اون بتيت كوميسيون ديالو باش يخدم لك في هذاك المشروع، كتقول لي اجي تدير معاه كونطرا، كتعطيه دوسي كيمشي يخدم عليه. ولكن دا المشاكل اللي دارها هو راه ماشي تقول هو اللي يتحملها، لا انت اللي تتحملها حيت انت اللي عندك التوكيل ديال الكليان ديالك، خاص انت وياه راه مشابكين، راه الا خسر شي حاجه هو راك حتى كتعلق فيها، راه حتى متابع قضائيا، لان اللي مسؤول هو انت، حيت انت اللي دارو لك التوكيل، انت اللي تعطى لك التوكيل، انت اللي دار لك كلشي، انت غير تديليغي كتعطي الخدمه لواحد اخر، كتعطيه خدمه باش يخدمها، اما هو ما شغلوش في سميتو في التوكيل، التوكيل انت اللي كتحملو بصفتك وكيل.
تعتبر مسؤولية شركة الوكالة، شركة الوكالة العقارية، ومسؤولية تعتبر مسؤولية شركة الوكالة العقارية ومسؤولية الأشخاص المؤهلين لديها للقيام بالعملية الواردة في المادة 3 أعلى تضامنيا. هنا تيهضر مع شركة العقارية باش تعرف بأن القانون راه كيهضر مع الشركات بزاف، لأن واخا ذاتي راك بالنسبة ليهم راك شركة، لأنك كيكونوا عندك خدامة، كيكون عندك راك كيكون، ولكن الدولة تتهضر دائما مع شركة، وكتكون مسؤولية الأشخاص، الأشخاص هما الأشخاص الذاتيين المؤهلين. عندك هنا الناس اللي عندك في البيرو ديالك راك انت اللي كتحمل المسؤوليه ديالهم على العمل ديالهم وعلى اي خطا داروه، انت مول الوكيل، ها هي انت وياهم تضامنيا بجوجكم. ولهذا باش يعرف الانسان ما له وما عليه. شكرا لكم والى فيديو اخر.